إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. ينتظر فريق الوداد الرياضي وصول المهاجم الإيفواري فرانك بولي صاحب 29 عام إلى مدينة الدار البيضاء قصد خضوعه لاختبارات تقنية وبدنية في أفق التعاقد معها خلال الميركاتو الشتوي القادم. وأوضحت صحيفة الصباح في عددها لهذا اليوم أن مهاجم نادي بورتلاند الأمريكي سيحل بالمغرب بتوصية من أحد الوكلاء في أفق انضمام لصفوف الوداد الرياضي في حال التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين اللاعب وعادل رمزي ثم الرئيس سعيد الناصري، علما أن اللاعب أصبح حرا بعد نهاية عقده مع فريقه بورتلاند وذلك مباشرة بعد نهاية الموسم في الدوري الأمريكي السهر الماضي. ويمتلك فرانك بولي سيرة ذاتية غنية بالتجارب الاحترافية، آخرها كان في الدوري الأمريكي ورفقة نادي بورتلاند حيث سجل رفقته 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة. وفي الموسم ما قبله كان يحمل قميص فرانك فاروزي البلغاري حيث ظل رفقته 4 سنوات وكان من نجوم الفريق، كما سجل رفقته 42 هدف في جميع المسابقات. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.